مساء الخير. كنا دايما بنقول ان الصورة والمشاهد قادرة على التعبير بألف كلمة، الصورة بألف كلمة، وان الصورة بتمثل الحقيقة المطلقة. ده طبعا قبل زمن الفوتوشوب وقبل زمن الذكاء الاصطناعي، لكن بشكل عام الصور والمشاهد هي الأقرب لنقل الحقيقة. وانا هستأذنكم كده في البداية اعمل مقارنة بالمشاهد، بس انا هوصفها بالكلام، مشهد مشهد، والمشهد بالمشهد، والعين بالعين، والصامت أظلم. مشهد رقم واحد من رواية اليهود نفسهم، هم اللي قالوا فيما يسمى بالمحرقة النازية أو الهولوكوست، ورواية اغتصاب آلاف اليهوديات والأطفال وقتلهم وقت الحرب في المعتقلات أيضا. مشهد رقم اتنين، الجنود الألمان بينفذوا عمليات اغتصاب واسعة، مش كده بس، ده أحيانا بينفذها أو بتنفذها فرقة عسكرية كاملة للروسيات وقت غزو الاتحاد السوفيتي. مشهد رقم 3، بعد سقوط برلين وهزيمة النازية، جنود التحالف نفذوا حوالي 2 مليون عملية اغتصاب للألمانيات، ارتكبها الأمريكان، الروس، الفرنسويين والبريطانيين، لدرجة إنها أسفرت وقتها عن نص مليون ألماني غير شرعي، تخيلوا. مشهد رقم 4، بعد غزو العراق وسيطرة الأمريكان على العراق بالكامل في مارس سنة 2006، أربع جنود أمريكان اغتصبوا بنت صغيرة، طفلة عراقية عندها 14 سنة، اغتصبوها وقتلوها وكرروا اغتصاب جثتها وقتلوا عيلتها بالكامل، أبوها وأمها وأختها الصغيرة اللي كان عمرها وقتها 5 سنين. بعدها حرقوا جثث العيلة كلها عشان يخفوا جريمتهم، يداروا على جريمتهم تماما. كل المشاهد دي اللي أنا بقولها موثقة ومعروفة، متسجلة في الكتب وبالصور، ولكن المشاهد، وعلى فكرة بعض هذه المشاهد هي رواية اليهود نفسهم، بس للأسف الصور والمشاهد دي لا تصلح للعرض، وإلا كنت عرضتها كلها. كل المشاهد دي نماذج، مجرد نماذج، على سبيل المثال مش على سبيل الحصر، نماذج. دي أخلاق الغرب في الحرب، دي نماذج على أخلاق الغرب في الحرب. دعار الألمان اللي هم دلوقتي أكبر داعم جوه الاتحاد الأوروبي لما يسمى حق الصهاينة في الدفاع عن نفسهم، وأكبر بلد هي فرنسا، بيعطلوا ألمانيا يعني وفرنسا بيعطلوا تحرك الاتحاد الأوروبي ضد جرائم الكيان الصهيوني وحرب الإبادة اللي عاملينها في غزة. دعار الأمريكان ونقطة في بحر من جرائمهم وقت الحروب. ننقل بقى على الفصل التاني، الفصل اللي حاول الكيان الصهيوني يطلع فيه المقاومة الفلسطينية قاتلة ومغتصبة وإرهابية. الصهاينة حاولوا بكل الطرق يشوهوا عملية طوفان الأقصى ويلطخوا علقة 7 أكتوبر بأي طريقة، كذب 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 من غير توقف. ورطوا معاهم رئيس أمريكا، طبعا هو الداعم الأول للصهيونية وراعيهم المطيع، خلوه يكرر كذبهم وطلع كذاب مفضوح وكان شكله وحش جدا. قالوا لك المقاومة اغتصبت الإسرائيليات ودبحت الأطفال، وفي الآخر طلع كله كذب مردود عليه منهم نفسهم اللي ردوا. في المشهد الأولاني الإعلام الإسرائيلي وتحديدا القناة رقم 12، القناة الصهيونية، استضافت واحدة ست من الستات اللي كانوا في المستوطنات وكانت قاعدة مع عيالها لما دخل أبطال المقاومة، قالت طمنوها وإنها في أمان، وقالوا لها ما تقلقيش إحنا مسلمين ومش هنأذيكم، وفتشوا البيت، والست نفسها قالت انه رجال المقاومه كانوا مهذبين معاها لدرجه ان واحد فيهم او لدرجه ان واحد من ولادها كان بيقول لها هم شكلهم هيعتذروا لينا عن اقتحام البيت. نفس الست قالت ان المقاوم الفلسطيني استاذنها انه هياخد صباع موز، انه هياكل صباع موز، هو اصلا مسيطر على البيت واللي فيه فيقدر يعمل اي حاجه، بس هو استاذنها، وقعدوا ساعتين في البيت ومحدش فيهم اذاها ولا هي ولا عيالها. مشهد تاني برضه الشاهد فيه ست اسرائيليه، المقاومه خدتها ضمن الرهائن ومعاها طفلين. لما اخدوها من بيتها هي نفسها اللي بتحكي، قالت انها كانت قاعده براحتها في البيت، ولما المقاومين دخلوا المستوطنه
اللي هي طبعا مغتصبة من أراضي فلسطين، ادوها هدوم تستر بيها نفسها وتغطي جسمها، وبعد ما أخدوها وشالوا الطفلين معاها على كتافهم عشان ما يتعبوش الأطفال، قرروا يخلوا سبيل لهم ويسيبوها ترجع بيتها تاني. وهي نفسها اللي وصفت ازاي وهي راجعة البيت قابلت مجموعة تانية من المقاومين سابوها ترجع بيتها هي وعيالها، محدش تعرض لها. المشهد التالت، مستوطنة من اللي تم أسرهم والإفراج عنهم، صدمت الإعلام الصهيوني وهي بتوصف ازاي المقاومة اتعاملت معاهم بكل احترام ومن غير تعذيب، وازاي طمنتها انها مش هتأذيها وانها بتسعى انها تنقلهم غزة كرهائن دون اي إيذاء. وفضحت فرقة من جيش الاحتلال اسمها فرقة اليمام، وقالت انه لما فتحت النار على المقاومة اشتبكت معاهم هم، وهم دولت الإسرائيليين اللي كانوا وراء قتل وإصابة عدد من المدنيين في مهرجان الموسيقى. الصهاينة حاولوا يلفقوا في قصة حفل الموسيقى ده يعني قصص وحكايات كتير كلها كذب في كذب، لدرجة انهم طلعوا فيديوهات من حوادث في حفلات موسيقية من 2015 في غواتيمالا، مش في الأراضي المحتلة أصلا، عشان يقولوا ده اللي عملته المقاومة. المشهد الرابع، أسيرة بعتت رسالة مصورة من جوه غزة بتقول فيها إنها اتعرضت لإصابة كبيرة في الاشتباكات، وإن المقاومة قررت تنقذها وعملوا لها عملية في إيديها قعدت 3 ساعات عشان يحافظوا على حياتها، وإنه بيتم معاملتها بشكل إنساني. مشهد خامس، مشهد بقى قاطع مانع ومانع جامع، وقولوا اللي انتوا عاوزين تقولوه، مشهد واضح لاتنين الستات المسنات اللي المقاومه قررت اخلاء سبيلهم لاسباب انسانيه لان عمرهم في السبعينات والثمانينات. قالوا ايه بقى؟ قالوا للعالم الستتين دول ايه؟ حكوا للعالم ازاي المقاومه اتعاملت معاهم بكل انسانيه وازاي وفرت ليهم الدواء والرعايه الصحيه. الأسرتين اللي خرجوا خرجوا بوساطة وجهود مصرية، ودور طبعا مصر، طبعا مش عشان أنا يعني مصرية بس فعلا هي مصر عاملة دور عظيم في القضية. السيدتين دول كشفوا إزاي كانوا بيأكلوهم، المقاومة بتأكلهم من نفس الأكل اللي بيأكلوا منه. وقت ما تم تسليمهم للصليب الأحمر الدولي حصل مشهد يفهمه أي واحد عاقل، أي إنسان عاقل لو هو إنسان. الأسيرة الإسرائيلية ما جريتش، ما هربتش كده على المندوب بتاع الصليب الأحمر، لا دي قالت له استنى، رجعت سلمت على عنصر المقاومة اللي كان مسندها وقت تسليمها وشكرته. ولما الإعلام الإسرائيلي سألها وليه حضرتك روحتي سلمتي على الفلسطينيين، قالت له عشان اتعاملوا معانا بإنسانية. عايزة أقول لكم المفارقة بقى، الأسرتين دول أصلا حكومة الكيان الصهيوني كانت رافضة تسلمهم، واصلا المفارقه كمان انه مكان احتجازهم اسرائيل ضربته اكتر من مره، لكن كان مكتوب لهم النجاه، ورغم كده المقاومه افرجت عنه. انا ما استبعدش اي مشهد لجرائم اسرائيل ولا اعدام الاسرى في السجون من قيادات المقاومه ولا مشاهد الاطفال، لانه الصهيونيه اصلا كيان مش انساني. أنا استدعيت مشاهد تعبر عن أخلاق الغرب لما بيدخل حروب، وأخلاق المقاتل الفلسطيني لما بيصون الأسير ويحافظ عليه ويطبق تعليمات دينه الإسلامي اللي سبقت أصلا كل القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية بقواعد إنسانية. ما تعرفش بقى حق الفيتو ولا الازدواجية والتضليل بقى. أما بقى أخلاق الصهاينة وجرائمهم فلا جديدة فيها، يقال غير انهم هم الحيوانات البشرية بحق وحقيقي. مصر جديدة، اهلا بكم.